الله الرحمن الرحيم، نشرح اليوم العطاس أو كثرة العطس، ما هي أسبابه وكيفية علاجه. نعم، من الأسباب العطس التهابات الجيوب الأنفي والتهاب الأنفي التحسسي، وأيضا نتيجة حساسية بالدخان والأتربة والمواد الكيميائية وأبخرة المواد الكيميائية والعطور. نعم، وأيضا سببه التعرض للتوابل والبهارات وبمختلف أنواعه. نعم، وأيضا وبر الحيوانات الأليفة أو الأتربة وفضلات الحيوانات الأليفة قد تسبب هذه الحالة، أو حبوب اللقاح الذي موجودة في الجو تؤدي إلى هذه الحالة، أو بعض الزهور عندما تستنشق بعض الزهور لنباتات والورد النباتات قد تؤدي إلى هذه الحالة. أو قد تكون سببه متلازمة العطس الضوئي المنشأ، أو سببه الإنفلونزا والزكام والرشح والتهابات الجهاز التنفسي. نعم، أو تغيير درجة حرارة الجسم المفاجئ تؤدي إلى عطس وكثرة العطس، وأيضا سببه التدخين. نعم، أولا العلاج، علاج بالأدوية ضد الحساسية الأنفية، وأيضا الابتعاء وعلاج الإنفلونزا والزكام وأمراض جهاز التنفسي بشكل عام. نعم، وأيضا تجنب البخار والأبخرة الكيميائية والعطورية والزهور اللقاح وذلك وغير ذلك من هذه الأمور، وأيضا عدم استنشاق التوابل. نعم، وابتعاد عنه، وابتعاد عن كل شيء يؤدي إلى العطس. تجنب النظر إلى الأضواء الساطعة، تجنب النظر إلى الأضواء الساطعة نعم والقوية، وأيضا تناول أطعمة التي يوجد فيها فيتامين سي بكثرة، وخضروات والفواكه فيها فيتامينات، خاصة فيتامين سي مهم جدا لحماية ووقاية وتقوية الجهاز التنفسي. نعم، استخدام بخاخ أنفي موجود في الصيدليات في هذه الحالة، وأيضا تنظيم الفم والأسنان يوميا بمطهرات بشكل جيد. نعم، أما علاج بالأعشاب، شم التفاح مفيد في حالة العطس، حالة العطس كثرة العطس شم التفاح مفيد في هذه الحالة لمعالجته، وأيضا شرب ماء المطبوخ فيه حمص، شرب ماء مطبوخ فيه الحمص. نعم، استخدام مسحوق قرنفل على الرأس، على أعلى الرأس بهذه المنطقة يفيد ويقلل من العطس. استنشاق زنجبيل مفيد في هذه الحالة لتقليل العطس ولمعالجته، وأيضا شرب شاي بابونج يقلل من العطس. نعم، وهكذا شرحت لكم العطاس أو العطس، كثرة العطس سببه وعلاجه بالأدوية، وأيضا علاجه ببعض الأعشاب. نعم، إذا عجبك الفيديو فاشترك في القناة لكي يأتيك معلومة جديدة حول الحالات وأمراض أخرى التي تصيبها الإنسان، سوف أشرحها بشكل مختصر مفيد. نعم، وشكراً.